والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم جميعا. أولا أود أن أشكر الأخ العياش على الدعم الذي صراحة لا أجد ما أقوله أمام هذا النوع من الدعم الذي صراحة لم أكن أنتظره، ولكن أقول شكرا، شكرا على الدعم، وهذا ليس غريبا عن المغاربة. شكرا لكل المغاربة وخاصة مغاربة العالم على دعمهم لهذه القناة وإصرارهم على أن تظل مفتوحة وأن تظل نافذة نطل من خلالها على المغاربة، ويطلون علينا، نناقشهم ويناقشوننا، نسمع منهم ويسمعون منا. ربما ولست متأكدا، ولكن عندي شك على أنني أول من استعار تلك الجملة الرائعة التي قالها الحسن الثاني رحمة الله عليه قبل 40 سنة، حينما جاء من مؤتمر كولومبو لدول عدم الانحياز وقال قولته الشهيرة: نحن لم نذهب إلى كولومبو للدفاع عن الصحراء المغربية، ولكن ذهبنا إلى كولومبو حتى يعلم الناس مع من حشرنا الله في الجوار. وقد ولست متأكدا، ولكن أنا أظن أنني أول من استعار هذه الجملة الرائعة التي أصبحت شعارا يتعامل به المغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي، في القنوات على مستوى اليوتيوب أو حتى في تويتر وفي الفيسبوك وفي كل مواقع التواصل الاجتماعي. وأصبحت هذه الجملة جملة نستعملها للرد على الخصوم وإيصال فكرة مهمة جدا، وهي أننا ضللنا لأكثر من لقرابة 50 عاما ونحن نعاني وحدنا. هذا ليس ضعفا، ولكن كنا نعاني من جيراننا في وقت كان العالم العربي يظن أن الجزائر تلك الدولة العظيمة وتلك الدولة التي لها أخلاق وتلك الدولة التي تدافع عن المظلومين وتلك الدولة التي ورثت الثورة وكل ذلك الكلام الذي كان يروج منذ 60ات و70ات و80ات و90ات القرن الماضي. كنا دائما نقول ما نفعل إلا حتى يعلم الناس مع من حشرنا الله في الجوار، ولم نكن نظن أن الله سينصرنا بهذه السرعة، ولكن ربك فعال لما يريد، وإن الله ينصر ولو بعد حين. نعم، لم نكن نظن أننا قد نصل إلى هذا المستوى من الانتشار على مستوى العالم العربي، ونحن مجموعة من المغاربة الذين أخذوا من مواقع التواصل الاجتماعي سلاحا ومنطلقا من أجل الدفاع عن قضايا هذا الوطن، وخاصة قضية الوحدة الترابية، وحتى يعلم الناس مع من حشرنا الله في الجوار، وخاصة إخوتنا وأشقاؤنا العرب وأشقاؤنا الأفارقة وجيراننا الأوروبيون وكل الإنسانية، وكما سماه الحسن الثاني رحمه الله تعالى الناس حينما قال: حتى يعلم الناس مع من حشرنا الله في الجوار. هناك لقد خرج أو ظهر على الساحة مجموعة من العرب مشكورين خرطوا معنا في الدفاع عن قضايانا، وهناك من تطاول عليهم وقال فيهم ما قال، ولكن نحن نؤمن بشيء واحد وهو مهم جدا في حياتنا المغاربة: نحن لنا الظاهر والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر. نحن لنا ما نرى والله سبحانه وتعالى يتولى ما خفي من الإنسان. ثم أن لنا ثقافة أخرى، وأننا شعب من الله علينا سبحانه وتعالى بحسن النية، ونحن دائما نتعامل مع الناس بحسن النية وننوي فيهم الخير،
ولا نكون من الذين دائما يشكون في الآخر ودائما يخونون الآخر ودائما يتخوفون من الآخر. قلت على أن هذا الصراع على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي نفعنا نوعا ما، وخرجت مجموعة من الأصوات التي تدافع عن المغرب، ليس فقط حبا في المغرب ولكن أيضا من باب إحقاق الحق وقول كلمة الحق. ومن هؤلاء الأشخاص هناك شخص يمني المدعو الذي يعيش في لندن على ما أظن، اسمه أسعد الشرعي، الذي خلق نوعا من النقاش وتعرض في بدايته للمغرب وقال أشياء ربما رد عليه المغرب بعنف. ولكن أنا شخصيا كنت أقول للمغرب نحن أصحاب حق ولا نحتاج إلى الأساليب الرخيصة، لأننا أوراقنا ثابتة وحقنا ثابت، فلسنا في حاجة إلى أن نستعمل الوسائل الرخيصة في الرد على الناس. قلت هذا الشخص كان من الناس الذين تعرضوا للمغرب وقال أشياء أنا لا أصادر حقه في الاختلاف حينما تحدث عن التطبيع، وهذا حقه، لأن حتى داخل المغرب هناك مغاربة لا يريدون هذه العلاقات مع إسرائيل، وهذه حق الإنسان أن يختلف، ونحن في بلد ديمقراطي، كل واحد ما دمنا مرتبطون وملتزمون بثوابت الأمة من حق الإنسان أن يختلف، لأن ما بين المغرب وإسرائيل هي علاقات، هي ليست أشياء مقدسة لا يمكن الإنسان أن ينتقدها أو أن يتكلم، هذه علاقات. وكما يقول الفقهاء الكل يأخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، وهذه قولة قيلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكل معرض للنقد والانتقاد، لا أحد فوق النقد. بالنسبة لنا نحن المغاربة تبقى ثوابت الأمة لا يجب أن نطعن فيها، أما الاختلاف فهو شيء طبيعي، وهذه سنن الأمم الحية، الشعوب الحية تختلف. قلت أن هذا الشخص في البداية والبداية لو تحسب بالنسبة، أنا لا أحسب البدايات، قلت للإخوان دعوا الرجل يتحدث ودعوه يعرف وأعطوه الحقائق عوض أن تهاجموه أو تسبوه، ردوا عليه بالتي أحسن. وصدق حدسي لأنني توقعت، لأن قلت نحن أصحاب حق والآخرون، أنا أتحدث عن العرب والأفارقة فيهم كثير أو الأغلبية من العقلاء، وإذا أعطيتهم الحقيقة وأعطيتهم المستندات أكيد أنهم سيكونون معك إلا من سفه نفسه، أما الأغلبية ستكون معك. وقد صدق توقعي وحدسي وتبين أن الرجل فهم الحقيقة. أنا أنوريكم كيف أصبح هذا الرجل يرد على الجزائر، لأنني لا يمكن أن أعبر بالطريقة التي يعبر بها هو عن نفسه، ولكن هذه حقيقة ما كنا نتمنى أن يعلم الناس مع من حشر الله في الجوار. الجزائر عمرها 4500 سنة. الجزائر أكرر، لاحظوا العدد، أنا قريتها صح، لا تفكروني غلط، قريتها صح. الجزائر عمرها 4500 سنة. الجزائر كانت تمتلك روما، تخيلوا الجزائر هذه كانت تمتلك روما عاصمة إيطاليا، وبعدين ما احتاجتهاش كثير فباعتها في المزاد العلني. الجزائر فيها معادن لا توجد إلا في الجزائر وفي المريخ. السلام عليكم ورحمة الله، يا 700 مرحبا بكم كلكم يا أخواني في الجزائر، صلوا على رسول الله. يا عالم يا ناس، هذا جزء من بعد، غادي نوريكم جزء أخر. هذه الأمور اللي كنا نتمنى أن يصل إليها الأشقاء العرب، أن يعرفوا مع من حشر الله في الجوار الرجل. هذه مجموعة من الفيديوهات التي أصبح ينشرها بعدما عرف الحقيقة، بعدما تعرض لكم من هائل من السب والشتم واللعن والطعن في الأعراض،
لدرجه انه قال في احد في كيف استطاع المغاربه ان يصبروا لهؤلاء، كيف استطاع الجزائريون ان يصبروا لهؤلاء لكل هذه السنين. وهذا هو السؤال، هذا هو السؤال الفلسفي الإبستيمولوجي الذي كنا نطرحه دائما. كنا نتساءل كيف استطعنا ان نصبر، وكنا نريد ان يعلم الاخر ما كنا نتحمله نحن المغاربه طيلة هذه السنين من الظلم والبهتان والتزوير والكذب. اسمعوا، والله انكم تشوهون ببلادكم تشويه غير عادي مع صدق الاصرار والترصد. هذه الشطحات والخرطات والنفشات، هذا الذي فيكم شوهتكم يا جماعه، والله شوهتكم. اقسم بالله انني لا احب ان ارى الجزائر في هذا الواقع المؤلم للامانه. تشويه اصبحتم نوعا ما، او جعل الجزائر بعض التبونيون المتشنجون والذي يعني عاملين انفسهم انهم قوه وانهم شيء وانهم تاريخ وانهم و الى اخره، خلوكم مسخره، خلوا الجزائر يكفي، خلاكم مسخره. هذا ما كنا دائما نقوله، وهذا مجرد فيديو، مجموعه من الفيديوهات وحتى في التيك توك ونشر، هو هديمات يشتغل على الجزائر يعرف حقيقته ويجاهر ويضربهم في وجوههم بالحقائق. وقال لهم ان تندوف مغربيه، الرجل بحث واستقصى وصل الى الحقيقه، وصل الى الحقيقه، وقال في الفيديو، في فيديو اخر، لان الجزائريين بعثوا له، بعض الجزائريين بعدما تعرض للسب والشتم واللعن، جاءت رسائل من بعض الجزائريين الذي سماهم انهم عقلاء، وانه قالوا له انه ما تديش هذوك الناس، لا 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 تاخذ بكلامهم، هذوك لا يمثلون الجزائر، واننا ولكن دسوا له السم في العسل. وهذا هو الشيء الذي يجب ان يعلمه الاستاذ اسعد الشهري، وأتمنى أن تصله رسالتي، وأقول أنهم على قلبي رجل واحد. هؤلاء الذين تقمصوا دور المهذبين المخلقين الذين راسلوك وتعاملوا معك بنعومة وقالوا لك أن ذلك السب والشتم الذي تعرضت له لا يمثل الجزائر، هم أخبثوا من الآخرين. لماذا؟ هؤلاء تعاملوا معك بهذه الطريقة وقالوا لك كلمة قلتها أنت في الفيديو، قلت أنهم قالوا لك على شرط أن لا تتكلم عن الجزائر مرة أخرى. وهذا هو الغرض، هم لا يريدون أن يعتذروا لك ولا يريدوا أن يظهروا لك الوجه الجميل للجزائر، لا، هم تعاملوا معك بالتقية حتى يأمنوا شرك، وليس مفهوم الشر، يعني حتى يتقوا شرك وحتى لا تتكلم عن الجزائر، لأن ما تقوم به هو أنك تفضحهم، وهذا ما يؤلمهم كثيرا. هناك من يرد عليك بالسب والشتم واللعن، هؤلاء فئة، وهناك الآخرون الذين يريدون أن يلعبوا كما يقول المصريين، ياخذوك يعني بالليونة وداخلين عليك بالناعم، احنا لا يمثل لنا ولا يمثل الشعب الجزائري، ومروا لك رسالة وهي أن لا تتحدث عن الجزائر، لأن ما يضرهم هو ما تقوله، ما يضرهم هو أنك يمني من أقصى بلاد العرب توصلت للحقيقة، وهذا الشيء الذي يؤلمهم. وما دمت تستمر أستاذ الشرعي فيما تقوله فأنت تشكل عليهم خطر. جربوا معك السب والشتم واللعن وسب الملة وسب الذات الإلهية، ووجدوا أنك أكثر منهم صلابة كما قلت في فيديوهاتك، وأنك لن تتنازل وستستمر، وأنك عندك من المعلومات ما يسمح لك بأن تسخر منهم لمدة سنتين، وهذا صحيح. فجربوا معك الأسلوب الثاني وهو الليونة ودخلوك بالناعم وبالليونة حتى يطلبوا منك أن لا تستمر، وهذا هو الغرض. يعني هم على ملة واحدة وعلى قلب رجل واحد، إلا من رحم ربك، ولا أظن أنا شخصيا إلا من رحم ربك حتى لا أجزم،
وحتى لا أعمم، وأظن أن ما رحم ربك إلا قليل منهم، ولو أن رحمة ربك واسعة وسعت كل شيء، ولكن هذوك الناس العقلاء عندهم أقلية نادرة جدا. حسب ما أرى وما أسمع، وحسب ما ترى وتسمع أنت، وسترى عجبا. إذن لا تغتر بهذا الأسلوب المرن، لأنك إذا لم تتوقف سيعودون إلى السب والشتم واللعن، ويجربون كل الطرق. إخوة، أنا درت هذا الفيديو حتى أطمئنكم وأطمئن نفسي، وأقول للحسن الثاني رحمة الله عليه، نم قرير العين، رحمة الله عليك أينما أنت، فقد أصبح العالم يعلم علم اليقين، ويعرف تمام المعرفة مع من حشر الله في الجوار. وإنا إن شاء الله مستمرون على هذا الطريق حتى نفضحهم، وحتى نهدم ونحرق ذلك الصنم الذي ظلوا عليه عاكفين منذ 1962. شكرا لكم.